اهلا وسهلا بكم في الاجنده ما زلنا في هذا البرنامج نفتح الملفات والجروح ونناقش قضايانا المحليه والقوميه ونبحث عن اسبابها واثارها المترتبه عليها مره نزور التاريخ ومره نزور المستقبل ومره نتامل الجغرافيا وفي كل هذه الحالات لدينا هدف واحد هو ان نفهم ان نفهم ما جرى في الماضي وما يجري لنا حتى الآن. لأن الفهم هو الشرط الأول في حل المشكلات وبناء المعالجات. الفهم السليم هو الخطوة الأولى في حل المشكلات الخاصة والعامة. وأي تقصير أو خطأ في هذه الخطوة يؤدي إلى خلل كبير في الحل. قد يتحول معه الحل إلى مشكلة. مثل العلاج. الفاسد الذي يصبح سببا لمرض آخر وربما أخطر العلاج الفاسد مثل المرض وفي سبيل الفهم في سبيل الفهم طرح المثقف العربي على نفسه منذ مئة سنة حوالي مئة سنة السؤال الأكثر أهمية وإلحاحا وهو سؤال لماذا تخلف العرب وتقدم غيره وما زال هذا السؤال يشغل الباحثين حتى اللحظه. والعجيب ان العرب لم يصلوا حتى الان الى اجابه موحده وواضحه على هذا السؤال. ولعل هذا قد اسهم في ماساتهم الراهنه التي تمثلت في نجاح الثورات المضاده لثورات التغيير العربي الاخيره. وتحويل اوطانهم الى محارك كبيره للامال والطموحات والحقوق، الحقوق المشروعه. مما يعني ان السؤال ما زال مشروعا وقائما حتى الان ومن واجب الباحثين ان يضيفوا اليه سؤالا جديدا او يعدلوا في الصيغه هو لماذا فشل المثقفون العرب في تبني اجابه واضحه محدده على هذا السؤال؟ هذه الحلقه هي مساهمه في مناقشه هذه القضايا والاسئله في سبيل الفهم كما قلت فكونوا معنا. منذ حوالي مئة سنة كما قلت والمثقف العربي أو المثقفون العرب يطرحون على أنفسهم سؤال لماذا تخلفنا في حين تقدم الغرب وبعد عقود من طرح هذا السؤال تم تعديل صيغته إلى أو تم تعديل صيغته إلى سؤال آخر هو لماذا ما زلنا متخلفين في حين تقدم غيرنا والتحق بالغرب مثل الصين مثل دول اسيا هل هذا يعني ان اسباب تخلفنا في الماضي هي نفسها اسباب تخلفنا الراهن هل هو سبب واحد ام اسباب متعدده هل نحن متخلفون وفاشلون لاسباب جينيه او جغرافيه ام لاسباب ثقافيه ام لاسباب دينيه ام لاسباب اخرى تاريخيه وسياسيه الاجابه على هذه الاسئله ليست سهله الا على انصاف المثقفين. انصاف المثقفين يستسهلون الاجابه على هذه الاسئله بسبب ميلهم الى التبسيط والبحث عن العامل الواحد العامل المطلق وراء كل الظواهر الاجتماعيه. اما المثقف المحترف فهو يدرك ان من الصعب الحديث عن علل واضحه للظواهر الانسانيه. يعني من الصعب على المثقف العربي أن يحدد بدقة العامل الذي سبب تخلف العرب أو أن يحدد اللحظة التي بدأ فيها الانحراف والفشل العربي لأن ظاهرة مثل هذه مثل ظاهرة التقدم أو التخلف ليست ثمرة عامل واحد يمشي في خط مستقيم واضح وإنما هي ثمرة مجموعة عوامل تداخلت مع بعضها بنيويا وجدليا عبر فتره من الزمن اعني ان عددا من العناصر المختلفه في الحياه شكلت منظومه متداخله يؤثر بعضها في البعض الاخر على سبيل المثال لو ان طالبا رسب في في المدرسه وسئل عن سبب رسوبه يعني ممكن يقول بسبب ظروف الحرب يعني مثلا هذه هي السلسله سلسله الفواعل بسبب ظروف الحرب توقفت اعمال الوالد وارتفعت اسعار الوقود ومن ثم ارتفعت اسعار المواصلات والمواد الاستهلاكيه وارتفعت الاسعار ارتفاع الاسعار يسبب مشاكل عائليه ادت الى طلاق الوالد مع الوالده واصبح جو البيت غير صالح للمذاكره وهكذا يظل يذكر اسباب تداخلت مع بعضها هذه نسميها منظومة أسباب متداخلة مش سبب واحد مباشر قد تقول مثلا أن طلاق الأبوين هو سبب فشل الولد ويقول آخر بل أن الحرب هي السبب لكن إذا توقفت عند أي سبب من هذه الأسباب على حدة ستكتشف أنه مشتبك مع أسباب أخرى إذا قلت أن الطلاق هو السبب وذهبت تفتش عن الأسباب الحقيقية للطلاق قد تكتشف أن الخلاف الأخير بين الزوجين مثلا بسبب نقص المال وكان بسبب نقص المال لكن قد تكتشف أنه هذا مجرد الكشة التي قصمت ظهر البعير وأن هناك أسباب أخرى حقيقية سببت الاحتكان بين الزوجين الاحتكان النفسي الذي تراكمت أسبابه عبر سنوات الزواج وجاءت مشكلة غلاء الأسعار والظروف المالية كانت بمثابة الكشة التي قصمت ظهر البعير وهكذا من الصعب أن تضع يدك من الصعب ان تضع يدك على سبب وحيد للمشكله، لكن هذا لا يعني انه لا يوجد سبب مهيمن وراء الظواهر الاجتماعيه والانسانيه. هناك فرق بين ان نقول السبب الوحيد او نقول السبب المهيمن. لما نقول السبب الوحيد هذا يعني انه لا توجد منظومه اسباب وانما عامل واحد متفرد هو الذي سبب الظاهره التخلف او التقدم او غيره. وعندما نقول السبب المهيمن فنحن نعني العامل الأكثر تأثيرا داخل منظومة العوامل المؤثرة، وعلاقة هذا العامل الـ 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 يعني المؤثر بغيره من العوامل هي علاقة يعني علاقة نسبية، أي أن دوره ومكامه يختلفان من ظرف لآخر ومن مرحلة لأخرى، ليس العامل رقم واحد طوال الوقت يعني، ولا في كل الظروف، ومهمة الباحثين هي استكشاف أو اكتشاف هذا العامل المهيمن ضمن علاقاته الجدليه النسبيه المتحوله مع العوامل الاخرى. كان تقدم اوروبا في مجالات المعرفه والتكنولوجيا بمثابه معجزه بشريه جعلت المثقفين جميعا على مدى اكثر من قرن يتساءلون كيف حدثت هذه المعجزه؟ ما هي العوامل التي أدت إلى هذه المعجزة؟ وطبعا كانت هناك العديد من الإجابات بعضها ركز على عامل المناخ والجغرافيا وبعضها ركز على العامل العوامل السياسية وبعضها الثالث ركز على العوامل التاريخية مثل وباء الطاعون الذي انتشر في أوروبا في أو... يعني أواسط القرن الثالث عشر تقريباً أو سقوط الأندلس هذا عامل آخر سقوط الأندلس بيد الأسبان أو سقوط القسطنطينية بيد المسلمين كل هذه عوامل ذكرت في الحديث عن نهضة أوروبا العوامل التي سببت النهضة وقبل أن ندخل أو أن نبدأ في مناقشة هذه العوامل المفترضة لابد أن أذكر أن بعض المثقفين رفض السؤال من من الأساس من حيث المبدأ وقال لا يصح أن نسأل عن أسباب التقدم لأن التقدم هو الوضع الطبيعي يعني الحركة هي الوضع الطبيعي في الوجود وليس السكون التخلف سكون تقدم حركة إذا لا ينبغي أن نطرح سؤال الحركة لماذا نتحرك لأن هذا الوضع الطبيعي وإنما لماذا تأخرنا لماذا تخلفنا إنما ينبغي أن نسأل عن أسباب التخلف لأن التخلف حالة سكون تخالف الوضع الطبيعي وهذا أمر يعني فيه شوية فلسفة آخرون قالوا العكس قالوا أنه التقدم حصل في منطقة واحدة في العالم اللي هي أوروبا وهذا يعني أن هناك سبب فريد جعل هذه المنطقة تنهض بالتقدم العلمي فيما عدا غيرها من الأمم في الدنيا توقفت في هذه الحالة ينبغي أن نسأل عن هذا السبب الفريد الذي جعلها تتقدم في حين غيرها توقف لن نشغل أنفسنا بهذا الجدل ودعونا نبدأ في مناقشة العوامل التي يتوقع الباحثون أنها كانت سببا في تقدم الأوروبيين إلى الحضارة الحديثة. ولنبدأ بعامل المناخ والجغرافيا، هذا عامل طريف. إذا ألقيت نظرة على خارطة الكرة الأرضية في منتصف القرن الماضي ستلاحظ الآتي. ستلاحظ أن الدول التي تقع شمال الكرة الأرضية أكثر تقدما من الدول التي تقع في الوسط. دول شمال أفريقيا والوطن العربي مثلا. وستلاحظ أن الدول المتوسطة هذه أكثر تقدما من الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية في أفريقيا مثلا مع وجود استثناءات محدودة تثبت القاعدة ولا تلغيها من هذه الملاحظة ظهرت مقولة تفسر التفاوت الحضاري إلى التفاوت في المناخ بين البلدان قال بعض المفكرين إن الطقس البارد في شمال الكرة الأرضية كان سببا في تقدم المجتمعات الاوروبيه والطقس المعتدل نسبيا في الوسط جعل المجتمعات المتوسطه متوسطه ايضا حتى في التقدم والتخلف اما المجتمعات الافريقيه التي تقع في الخط المداري الحار فهي الاكثر تخلفا يعني ربطوا بين البروده والتقدم وبين الحراره والتخلف ثم فسر تاثير المناخ بمنطق طريف قالوا او قال هذا هذا البعض من المفكرين ان سكان المناطق البارده اكثر استهلاكا للطاقه والبروتينات يعني ومن ثم هم اكثر احتياجا للبروتين طيب فين البروتين؟ اهم مصادر البروتين هي اللحوم طيب كيف يمكن الحصول عليه؟ الحصول على اللحوم في المناطق الباردة ما هوش سهل ليس سهلا مثل المناطق الجنوبية الحارة لماذا؟ لأن الحيو... حيوانات الصيد ليست وفيرة هناك في المناطق الباردة يعني إذا حسبناها بالنسبة والتناسب سنقول أن عدد حيوانات الصيد في أوروبا زمان كانت تساوي غزال واحد لكل عشرة صيادين أوروبيين في حين أن هذه النسبة تنعكس في أفريقيا يصبح يعني عشرة غزلان لكل صياد في وفرة في جنوب أفريقيا ومن ثم الواحد في أفريقيا ما يحتاج يبذل جهد زيادة ولهذا السبب فإن الصياد الأوروبي مضطر لبذل جهد عقلي وعضلي أكبر من نظيره الأفريقي الأفريقي لا يحتاج لتخطيط طويل وشحذ للعقل والذهن من أجل الصيد يكفي أن يخرج يتمشى في الغابة شوية يحصل على أكثر من فرصة غزال على اي حيوان اخر يصلح للاكل. اما الاوروبي لا اذا لم يخطط جيدا ويستنفر كل قواه العقليه والعضليه الفرصه ستفوت فرص نجاحه ستكون ضئيله للغايه لان في منافسين اخرين في منافسين اوروبيين اخرين خارجين يصطادوا وفي قله في الصيد قله نسبيه. من هنا من هنا قالوا أصبح التفكير والتخطيط عادة ورياضة عقلية يومية عند الإنسان الأوروبي خلاص تصير عادة والعادة تصبح جزء من الجينات هذه العادة التي جعلته مؤهلا أكثر من غيره لإنتاج الفلسفة وتنظيم المعرفة اللي كانت تأتيه كمواد خام من الشرق كانت تأتيه المعرفة تأتيه مثل المواد الخام وهو يكون يكررها ويسوي منها مشتقات علمية هذا الرياضة العقلية التي التي سمحت له بذلك أصبح أكثر حساسية من غيره من ثم يعني فيما بعد أكثر حساسية من غير اتجاه الحقوق والحريات لأنه هناك تفرق معاه الحقوق والحريات تفرق معاه في المناطق الأوروبية الباردة ما في أوروبا أو في أفريقيا ما تفرقش ولهذا وصل قبل غيره إلى صيغة الدولة الديمقراطية والحياة المدنية هذا ما قاله أو ما زعم زعمه البعض أنه عامل المناخ والجغرافيا في تقدم أوروبا فماذا عن بقيه العوامل؟ نشوف. هناك من تحدث عن عوامل تاريخيه طارئه ادت الى ظهور عصر النهضه الاوروبيه ومن ثم عصور التقدم الثورات اللي تلتها. من اهم هذه العوامل عامل الطاعون. هذه مفارقه عجيبه الطاعون او الموت الاسود كما سمي في اوروبا الذي انتشر في اوروبا في منتصف القرن الرابع عشر 1300 وشويه 1300 و... تحديدا في الفتره من 1347 الى 1352 تسبب هذا الطاعون في موت ملايين الاوروبيين بعض المؤرخين يقدرهم بحوالي ثلث سكان اوروبا اللي ماتوا بسبب الطاعون وفي مؤرخين اخرين بيقولوا انه حصد نصف سكان اوروبا حوالي 200 مليون اوروبي ثلث سكان اوروبا او نصف السكان في هذه الفتره هلكوا بسبب الطاعون في اوروبا وهذا طبعا حدث كبير جدا يفوق يعني الضحايا هنا تفوق ضحايا خمس حروب عالميه كبرى مثل الحرب العالميه الثانيه لو قلنا الحرب العالميه الثانيه 60 مليون من 60 مليون ل مليون الطاعون كان اكثر فتكا من الحرب العالميه الثانيه بكذا مرحله يعني. ولا بد انه هذا هذه الكارثه لابد انها تركت اثرا عميقا في نفوس الاوروبيين وعقولهم لهذا يعتبره البعض بعض المؤرخين سبب من اسباب النهضه الاوروبيه يعني بعض الكوارث ممكن تكون اسباب خير يعني فيما بعد يعني بعضهم يقول إنه كان سببا في ظهور العلمانية لأن الناس صدمت بهذه الكارثة استاءت من عجز الكنيسة عن مساعدتها وفين الرب هذا ليش ما يحمينا ليش يسبب لنا الكارثة الكبيرة هذه بدأوا يتشككوا في الدين شوية شوية والعلمانية هي التي خلصت الأوروبيين من قبضة الكهنوت والخرافة ودفعتهم لتقبل الفكر العلماني يعني الكارثة خلت الناس يفكروا في العلمانية ويتقبلوها ويتبنوها. العلمانية خلصتهم من التفكير الخرافي وخلتهم يتبنوا التفكير العلمي. في احنا امام عقل جديد من العقل الخرافي الى العقل العلمي، والعقل العلمي هو اللي تسبب في تقدم اوروبا. فظهرت كما يقال بعدها حركة النهضة الاوروبية المعروفة بعلمانيتها. النهضة الاوروبية في القرن الخامس عشر بدأت صحيح في القرن الرابع عشر و واصلت هناك من يرى تاثير اخر للطاعون في النهضه الاوروبيه في ناس يقولون مش بس اكتشاف العلمانيه قالوا انه لما الطاعون حصد ارواح العمال في اوروبا اصبح عدد العمال وبالذات في اوروبا الغربيه شحيحا للغايه وهذا ما ساعد العمال المتبقين الموجودين انذاك على فرض شروطهم على الملاك الاقطاعيين خلص لما كانوا محدودين بداوا يفرضوا شروطهم من هنا ظهرت نقابات العمال وبدات تظهر المؤسسات التي تطورت مع الزمن وطورت معها الفكره الحقوقي في اوروبا الفكره الحقوقي هو ايضا كان له تاثير في تطور اوروبا فكره انه يكون عندك نقابات يعني بداوها العمال وبعدين جاءوا من بعدهم الاطباء المحامين الى اخره الفكره الحقوقي هو الذي ساعد على ظهور المؤسسات الجيده في اوروبا والمؤسسات الجيدة هي التي راكمت الخبرات واستثمرتها بشكل صحيح وهذا ما ادى الى تقدم اوروبا قبل سنوات صدر كتاب او صدرت كتب من بينها كتاب مهم في هذا الصدد يركز على دور المؤسسات في نهوض الامم او فشلها هذا الكتاب اسمه لماذا تفشل الامم سناتي على التفصيل عنه فيما بعد كتبه مؤلفان اقتصادي تركي امريكي اسمه داروين سموغلو من معهد امريكي شهير في امريكا ومؤلف اخر اسمه جيمس روبنسون من جامعه هارفارد الكتاب يناقش السبب الذي جعل بعض الدول غنيه وبعض الدول الاخرى فقيره وهذا الكتاب يؤكد على ان السياسه الحمقاء للدول ومؤسساتها الهشه هي التي تجعل الكثير من الدول تفشل المؤسسات الضعيفه الفاشله للدوله هي هي سبب الفشل وليس الموقع الجغرافي للدوله او اي شيء اخر لكن هذا الكتاب لا يناقش اسباب النهضه الاوروبيه وانما يناقش اسباب التخلف العربي وبعض الدول الفاشله الان يناقش الحاله الراهنه يناقش سؤال لماذا يستمر الفشل في بعض الدول الى الان مش سؤال لماذا تقدم الغرب وتاخر غيرهم وهناك دراسه سابقه ورائعه عن دور المؤسسات المستقلة في تقدم أوروبا ترجمت هذه الدراسة إلى العربية بعنوان فجر العلم لمؤلف أمريكي اسمه توبي هيف أو توبي إي هيف حاول فيها هذا الباحث بذكاء وصبر الإجابة على سؤال محدد هو لماذا أخفقت الحضارتان؟ الصينيه والاسلاميه في انجاب العلم الحديث وتمكنت اوروبا من ذلك. مع ان الحضارتين الاسلاميه والصينيه كانتا متقدمتان على اوروبا حتى القرن الثالث عشر، متقدمتان علميا يعني. فلماذا تاخرتا وتقدمت اوروبا؟ هذه الدراسه لاحظت ان ما ميز اوروبا في تلك الفتره هو وجود الاشكال الاوليه للمؤسسات المستقله. على سبيل المثال كان في جامعات بينما عندنا في الوطن العربي كانت الاجازه الشهاده تؤخذ اسمها اجازه تؤخذ من من الفقيه او من العالم بشكل مفرد لكن هناك كان الطالب يحصل على شهاده من من مجموعه اساتذه داخل الجامعه او داخل المعهد المؤسسات التعليميه والقانونيه والمهنيه المستقله في اوروبا التي أوجدت الفضاء المحايد والحرية الضرورية للبحث العلمي كانت مؤسسات هناك، احنا ما كانش مؤسسات كانوا أفراد. وهذا نفهمه أيضا من حديث الدكتور جورج صليبة المفكر اللبناني اللبناني الأصل المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. تعالوا نستمع إلى جورج صليبة في هذه الفقرة وهو يتحدث عن دور المؤسسات الأوروبية المبكرة في توثيق براءات الاختراع، يعني كان في مؤسسات هي اول من اعطى براءات الاختراع للمخترعين والمكتشفين هذا ما كانش عندنا مؤسسات تسجل هذه البراءات نشوف جورج صليبا ما حدث ان شيئا ما حدث في اوروبا اوروبا انتجت في في الفكر العلمي تصور جديد لانتاجيه العلم يعني في اوروبا المحل الوحيد في كل الحضارات لا نعرف اي محل ثاني اي حضاره ثانيه اخذت براءه براءة ماديه لانتاج علمي الا اول براءه سجلت في مدينه البندقيه سنه 1477 وبعدها بدات العلم ينتج لحساب البراءات ولحساب التجاره ويعطى ما يسمى باتنت يعني تعطيه باتنت يعني تاخذ براءه بالانتاج الفكري لا الحضارة العربية الإسلامية ولا الحضارة الصينية التي كانت تنافس الاثنين فالخطأ ليس بالدولة العثمانية وليس بدولة المغول ولا بدولة الفارسية إنما هي أوروبا استطاعت أن تطور العلم وتجعل منه سلعة لإنتاج رأس المال الدكتور جورج صليبة نفسه له نظرية أخرى طريفة تفسر ظهور التقدم العلمي في أوروبا في القرون التالية لعصر النهضة يعني. أساس هذه النظرية هو عامل الثروة والتجارة، ربطها بمسألة الثروة والتجارة. معلش أنا عندي شوية هبوط تحملوني يعني عدم التركيز. يقول دكتور جورج صليبة أنه علينا أن نركز على ما حدث في أوروبا في القرن السادس عشر الميلادي. لأنه هنا حصل التحول. في هذا القرن حصل الآتي قال سقطت القسطنطينيه في ايدي المسلمين سنه 1453 وهذا الحدث في الظاهر كان لصالح المسلمين لكنه بطريقه غير مباشره اضر بالمسلمين كثيرا ونفع الاوروبيين، لماذا؟ طبعا على قاعده عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لماذا؟ لأن القسطنطينية كانت تمثل بوابة أوروبا التجارية مع الشرق وكانت معظم خطوط التجارة بين الشرق الأقصى الصين والهند واليابان وأوروبا كانت معظم خطوط التجارة هذه تمر عبر العالم العربي أو العالم الإسلامي بل كلها كانت تمر عبر العالم الإسلامي تتقاطع هناك والمجتمعات الاسلاميه انذاك كانت معتمده على هذا النشاط، كانت مستفيده من هذا النشاط التجاري كونها ممر للتجاره الدوليه. لما سقطت القسطنطينيه شعر الاوروبيون بالخطر، قالوا خلاص المسلمون اصبحوا متحكمين في طرق التجاره بالبوابه التجاريه نفسها اللي هي القسطنطينيه. بدأوا يبحثون عن طرق تجاريه اخرى تربطهم بالصين واليابان والهند بعيدا عن العالم الاسلامي. فاكتشفوا ماذا؟ هذا تسبب في اكتشافهم لامريكا وطريق راس الرجاء الصالح، بداوا يدوروا في الخرائط الاسلاميه والخبرات الاسلاميه وقالوا يشتوي من البحر لليابان، كانوا بيعتقدون انه يمروا لليابان والصين والهند، مش هم عارفين بحاجه اسمها امريكا. فاكتشفوا بالمصادفه امريكا بالخرائط الاسلاميه هذه لانه كانوا بيعتقدوا ولذلك سموه سكان امريكا الهنود الحمر، كانوا معتقدين انه يروحوا للهند. هذان الاكتشافان هما الاكتشافان اللذان خدما اوروبا كثيرا كما قال ادم سميث كما ذكرنا في الحلقه الماضيه وهكذا خسر العالم الاسلامي الكثير من المال الذي كان ضروريا في خلق الحركه العلميه النشاط العلمي بل استمرار هذا النشاط العلمي بالاصح لانه كان موجود النشاط العلمي كان موجودا في العالم الاسلامي بصوره ممتازه انذاك الذي يدرس أو يقرأ تلك الفترة التاريخية يدرك أنه في نشاط علمي لكن على شكل أفراد مش مؤسسات والذي يدرس سير العلماء المسلمين في ذلك العصر يدرك فعلا إلى أي مدى كانوا فقراء جدا بعضهم كان يبيع ثيابه علشان ياكل لقمة عيش علشان لقمة العيش وهذه ليست المرة الأولى التي يربط فيها مفكر بين سقوط القسطنطينية بيد المسلمين وبين النهضة الأوروبية من منظورات مختلفة هناك مؤرخون أوروبيون يرون ذلك امثال جيري بروتون هذا صاحب كتاب عصر النهضه في سلسله مقدمات قصيره جدا يرى هذا الرجل انه او هذا المؤرخ ان سقوط القسطنطينيه ادى الى نزوح التراث العلمي الاغريقي والعربي من القسطنطينيه الى ايطاليا وبدات النهضه من ايطاليا كما يقول وهناك تمت الافاده منها طبعا النهضه هي بدات من الاندلس كما قلنا في الحلقه الماضيه وليس من ايطاليا انما تعاضدت اللي كان في الاندلس التراث الاسلامي والخبرات الاسلاميه والثقافه الاسلاميه واللي جاء من القسطنطينيه ايضا الترجمات الاسلاميه وغيره وهكذا نرى ان الخيوط تتجمع مره اخرى لتخبرنا عن القصه الحقيقيه لدور الحضاره الاسلاميه في صعود اوروبا سواء بما قلناه في الحلقه الماضيه عن دور الاندلس الاسلاميه في هذا النهوض أو عن دور الأفكار الإسلامية في ثورة الإصلاح الديني في في أوروبا وهذه كانت ثورة مهمة جدا للتقدم الأوروبي أو عن دور البحوث الإسلامية في علم الفلك في الرياضيات في الطب في العلوم التجريبية الأخرى دورها في الثورة الصناعية الأوروبية كله كانت روافد إسلامية تأتي من مختلف الطرق إلى 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 أوروبا وأيضا دور الحروب الإسلامية الصليبية دور الحروب الإسلامية مع أوروبا في تحفيز أوروبا لاكتشاف طرق تجارية جديدة أدت إلى نهوضها وتقدمها شوفوا كم روافد إسلامية أدت إلى استيقاظ أوروبا ونهضتها والتفاصيل هنا لا يتسع لها المقام لكن دعونا نستمع مرة أخرى إلى المفكر اللبناني جورج صليبة وهو يقدم نظريته في إخفاق العالم الإسلامي لماذا أخفق العالم الإسلامي في توليد العلم الحديث وتقدمت اوروبا او تقديم اوروبا في القرن السادس عشر. نشوف. What seems to have happened in the 16th century has nothing to do with science to start with, but it has a lot to do with the distribution of wealth and is a major shift in the world organization. Let me give you an example. The world before the 16th century, just the 16th century, was just about What we see in this map. More or less, the ancient world as we know it, with the big chunks of Europe, Asia, and Africa as we know them, and more or less, it was a discovered world. The main trade routes before the 16th century, all of them, like every single one of them, were really crisscrossing all across the Islamic world. You all know. The more trade you have, the more business you have, the more culture you have, the more progress you have, and so on. The economy is vitalized by the trade. And what we have here are major trade routes crossing the Islamic world from east to west and producing wealth. And sure enough, despite the wars, despite the inter fights, the dynasties, and all of that, there was still enough wealth to be produced to produce those brilliant scientists what we know. After the conquest of Constantinople by 1453, and with the Ottoman armies advancing all the way into Central Europe, there was a serious problem for any European who is sitting there trying to figure where their trade is going to come from and their resources are coming from. So there, were, there begins to have dreams in Europe of alternate routes to the East to re-participate in that trade. And look what happened after 1492. You see where the trade is going? All across the Atlantic into the Americas, and once the Pacific was discovered, from the Americas into the Pacific, and very, very little was going through the Islamic world with the Portuguese discoveries around the, uh, uh, Africa. Now you can see they are circumambulating Africa and they are trading there, and the Islamic world was left with no trade. How could they make money? how can you ربما لاحظتم ان النظريات التي تفسر حدوث النهضه الاوروبيه او تفسر التخلف العربي كثيره ومختلفه لكنها ليست متناقضه بالضروره يعني ممكن نجمع بينها يعني ممكن الجمع بينها في نظريه جشطالتيه اشمل الجشطالت كما يفهم المثقفون معروف غير ان هذا التعدد في النظريات يؤكد ما قلناه في بدايه الحلقه من صعوبه القول بوجود عامل واحد ووحيد يقف امام هذه الظاهره التاريخيه او تلك. ما نقدرش الظاهره الانسانيه ما نقدرش نفسرها بعامل واحد. قد يكون الطاعون الكبير اثر بطريقه بطريقه ما في التحضير للنهضه الاوروبيه ممكن وقد يكون للاندلس بعلومها وادابها دور. وقد يكون لسقوط القسطنطينية واكتشاف العالم الجديد والطرق التجارية الجديدة الدور بل أكيد هذا كله أكيد وقد يكون لطبيعة المناخ في أوروبا يعني دور في تشكيل العقل الأوروبي هذه العوامل وغيرها مجتمعة لا شك أنها أسهمت في حدوث النهضة الأوروبية لكن السؤال يبقى كيف حدث ذلك؟ يعني ما هو العامل المهيمن في هذه في 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 هذه العوامل؟ العامل الأكثر تأثيرا والعامل المهيمن هو عامل نسبي يعني قد يكون مؤثر في في فترة وغير مؤثر في فترة أخرى أو أقل تأثيرا في فترة أخرى وهكذا مع أن الإجابة عن هذا السؤال في غاية الصعوبة إلا أن الاقتراب من الحقيقة ليس مستحيلا يعني إذا تأملنا هذه العوامل جميعا سنلاحظ عدد من الحقائق التي قد تقربنا من الحقيقة أول ما يلفت الانتباه في, في كل هذه العوامل التي سمعناها هو أن المجتمعات الاوروبيه قبل حدوث النهضه قد وضعت امام تحديات قاسيه جدا لا مثيل لها ويبدو ان هذه التحديات قد خلقت في الاوروبيين هذه الشخصيه القويه الاستعداد للمغامره والاكتشاف والتقدم تحديات المشاكل خلقت فيهم ذلك وفقا لنظريه توينبي في التحدي والاستجابه المؤرخ توينبي واذا صح هذا الكلام فبإمكاننا نحن العرب واليمنيين خاصة أن نتفاءل في المستقبل ولو المستقبل البعيد لأنه حجم التحديات والظروف القاسية التي واجهتنا ومررنا بها طوال القرون تشبه ما عرفته أوروبا قبل نهضتها. يعني تعالوا نمر مرور سريع على تلك التحديات القاسية التي مرت بها أوروبا قبل نهضتها. بدأ العد التنازلي العد التنازلي لمصائب أوروبا من ظهور الاسلام في القرن السابع الميلادي. لأن توسع الدولة الاسلامية ادى الى تقلص دولة الرومان اللي كانت موجودة انذاك، كانت في اواخرها يعني في اواخر تقلصت الى داخل حدودها الاوروبية، الدولة الرومانية. بعد ان كانت تسيطر على دول حوض البحر الابيض المتوسط بالكامل. يعني كان البحر كان البحر الابيض المتوسط عبارة عن بحيرة رومانية. داخل الدولة الرومانية، البحر كله كان داخل المستعمرة الرومانية. وهذا لما تقلصت رومانيا روما الدولة الرومانية حرم اوروبا من موارد اقتصادية مهمة، الاسلام حرمها من موارد اقتصادية. الموارد هذه صارت للخزينة الاسلامية. ثم فتحت بوابة جديدة من المصائب في اوروبا اواخر القرن الثالث عشر. عندما انتهت فتره العصور الوسطى الدافئه في اوروبا وبدا العصر الجليدي الصغير مصحوبا بشتاء قارس برد قارس ادى الى انخفاض ماذا؟ المحاصيل الزراعيه الشتاء القارس ادى الى انخفاض المحاصيل الزراعيه انخفاض المحاصيل الزراعيه دفع ملاك الارض الملوك والاقطاعيين في اوروبا الى رفع الغرامات والايجارات على المزارعين لماذا؟ علشان يحافظوا على مستوى معيشتهم ملوك واقطاعيين ما يهمهمش الناس يموتوا. يعني اجتمعت مصيبتان على المزارعين الاوروبيين، انخفاض المحاصيل من ناحيه وارتفاع ايجارات الارض من ناحيه اخرى، وهذا تسبب في حدوث ماذا؟ كارثه كبرى هي كارثه المجاعه الكبرى سموها هكذا المجاعه الكبرى في اوروبا. ادت الى انخفاض آه سكان أوروبا إلى 10% 10% من سكان أوروبا انخفضوا موت أو مواليد يعني ماتت لم تكن أوروبا تفيك من يعني لم تكد أوروبا تفيك من المجاعة الكبرى من سوء التغذية والظروف الصحية السيئة حتى داهمها ماذا؟ الطاعون الكبير بعدها على طول جالها الطاعون الكبير يعني بعدها بعقد أو عقدين الذي فتك بحوالي نصف أو ثلث الأوروبيين مصائب متواليه يعني لابد ان هذه الكوارث وغيرها وغيرها من الحروب التي نشبت نشبت انذاك قد خلقت في نفس الاوروبيين عوامل التحدي والرغبه في المغامره والاكتشاف والذهاب الى المستقبل، خلاص ما فرقتش معاهم ما هو موت موت فراحوا يبحثوا عن امريكا وطرق راس الرجاء الصالح ويبحثوا عن عالم جديد، ربما هذا روح التحدي هذه هي كانت بنت المصائب المتلاحقه في حياه الانسان الاوروبي في نهايه هذه الحلقه اود التاكيد على ان السؤال الذي يهمنا كعرب اليوم ليس سؤال لماذا تقدمت اوروبا وتخلفنا نحن في القرون الماضيه لا هذا الموضوع اصبح من التاريخ يدرسه الباحثون لاسباب ضروريه طبعا، والاجابه عنه ضروريه لكنها تفيد الباحثين. اما السؤال الذي يهمنا الان كشعوب وسياسيين فهو لماذا ما زلنا متخلفين حتى الان؟ مش بس لماذا كنا متخلفين في الماضي، لماذا ما زلنا متخلفين حتى الان؟ لماذا ما زلنا دول فاشله حتى الان بالرغم من ان شعوب اخرى مثل مثل مثلنا كانت متخلفه عن اوروبا ونهضت. الصين اليابان دول شرق آسيا كلها لماذا تقدمت ما كانت متخلفة مثلنا هذا سؤال يبحث عن العوائق التي تقف أمام حركتنا إلى الأمام كعرب ولا شك عندي أن العامل السياسي هو العامل المهيمن في هذه القضية لماذا؟ لأن سلطة الدولة اليوم في العصر الحديث تغولت واتسعت إلى أن أصبحت تسيطر على كل العوامل الأخرى مهما تحدثت عن عوامل اخرى ستجدها داخله ضمن العوامل السياسيه، مما يعني ان من العبث البحث عن العامل المهيمن خارج تاثير دائره السلطه. وهذا بالضبط ما اكده الباحثان اللذان ذكرناهما قبل قليل، اللذان الفا كتاب لماذا تفشل الامم؟ الكتاب اكثر من 600 صفحه بالعربي يعني. تحاول الاجابه على هذا السؤال. لماذا هناك أمم فاشلة فقيرة وأمم غنية يقول هناك مؤسسات ومراحز يعني هناك مؤسسات ومراكز بحثية على مستوى العالم اهتمت بهذا الكتاب وناقشته وهناك أيضا شباب في اليوتيوب وفي غيره من المراكز قاموا بتلخيص هذا الكتاب على اليوتيوب يعني تعالوا نستمع إلى ملخص قصير عن كتاب لماذا تفشل بعض الأمم يعني لهذا الشاب لعله يكون مادة كافية للمشاهد تفضلوا معنا الكتاب ده بيكلمنا في فكرة أن ليه فيه دول أغنى من دول تانية هل ده نتيجة الموارد الطبيعية مثلا اللي موجودة جوه كل بلد؟ لو فكرت فيها مش هتلاقي كده، ما في بلاد عندها موارد كبيرة جدا ولكن بلاد فقيرة والعكس، طب هل ليها علاقة مثلا بالديانة بتاعت البلد؟ برضه مش شرط، انت ممكن تلاقي دول شيوعية ودول ملحدة ولكن برضه دول غنية جدا، وتلاقي دول تانية متدينة جدا ولكن دول فقيرة. طب هل الموضوع مثلا ليه علاقه بلون البشره يعني مثلا الناس الفاتحين بيبقوا اغنيه والناس السمر بيبقوا مش اغنيه غير حقيقي بالمره في دول في اوروبا لغايه دلوقتي رغم ان الناس بيضه وجميله كل حاجه ولكن افقر من الدول العربيه طب هل التاريخ يعني الدول مثلا اللي عندها تاريخ قديم هي الدول الغنيه والدول اللي لسه طالعه جديده دول يعني فقيره بالعكس في دول عندها حضارات كتيره قوي ولكن الدول دي مش غنيه لغايه دلوقتي وفي دول لسه طالعه من قريب وبقت دول غنيه جدا، حاجه مثلا زي سنغافوره في خلال ال 30 سنه اللي فاتوا وبقت دوله كبيره جدا. طب هل تعداد البلد بياثر على الناس اللي موجوده في البلد؟ يعني تعداد البلد ده بياكل مثلا من الموارد بتاعه البلد وبالتالي البلد دي بتبقى فقيره؟ بصراحه يعني لما تيجي تبص على الصين وتعداد الصين الكبير جدا تلاقي ان مع ذلك ومع التعداد الكبير جدا للصين الا ان الصين دوله ناجحه جدا وغنيه جدا. اول جزء في الكتاب ده بيكلمنا على فكره مؤسسات الدوله. مؤسسات الدولة هي العامل الأساسي اللي بتخلي الدولة دي تنجح أو الدولة دي تفشل من عصور المايا لغاية القرن 16 كانت فكرة مؤسسات الدولة بتكبر مع الوقت وبتاخد حجمها الطبيعي لغاية ما أن مؤسسات أي دولة هي السبب الأساسي في نجاحها إذا علينا ألا نتوه في البحث عن الأسباب الوهمية لوضعنا المأساوي الراهن لأنه السبب واضح وإن كان مجملا يعني مشكلة العرب الراهنة هي غياب مؤسسات الدولة الراشدة. أما كيف غابت هذه الدولة أو لماذا؟ هذا موضوع الحلقات اللي ناقشناها في الحلقات الماضية من هذا البرنامج. المهم انه احنا كشعوب نفهم انه مشكلتنا تكمن في مؤسسات الدولة الفاشلة، غياب المؤسسات الراشدة وليس وليست المشكلة في الدين أو الجغرافيا أو أي من هذه الأسباب التي يوهمنا أحيانا بعض المثقفين بها وإن كانت لها دور طبعا إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله